هاي مشاهدينا، حنا وعدكم مع واتس كوكينج واليوم معي دلال. صباح الخير. هاي ستاف، كيفنا اليوم؟ صباح وانت. الحمد لله. اليوم في عنا الوصفة اللي حضرونا امبارح، في عنا وصفة الفريكة يلي ما قدرنا عملناها حنشتغلها اليوم. هي الفريكة على باستو، بس حب الفريكة على بالي اقدم وصفة مهضومة كثير، هي القرنبيط. هلا لكل مين عنده قرنبيط بالبيت ما عارف شو بده يعمل فيه، ما على باله يقلي او يشوي، عملنا هيك نطلع بفكرة مهضومة. بدنا نجيب شوية من زيت الزيتون ستيفاني، بدنا نضيف لهم كزبراية حب الهيل، شوية من الكمون، ملح، بهار أبيض. بدي غطي القرنبيطة فيهم وبدي أشويها بالفرن. بدي أرجع أعمل مزيج شوية من الطحينة مع اللبن والحامض. خلينا نشتغلهم أحسن. نقدم إيه. يلا ما نضيع وقت. لكن ببول حطينا شوية من زيت معنا الزيتون. معنا 12 دقيقة. أصروا شوية من الكزبرة اليابسة بالإضافة للكمون. أوكي. عملت أنا مزيج. يلبق الكمون. كثير. شوية من الملح وبهار الأبيض. لكن كمون، كزبرة يابسة. برجع بذكر إنه أنا اليوم ما عندي أرنبيط، بعملها باذنجان، بعملها حيلا شيء. بدي جيب صينية. إذا لاحظتي إنه أنا تركت الأرنبيط مثل ما هي ستيفاني، غسلتها مثل ما هي وما قطعتها. المنظر أجمل. المنظر أجمل. شو بدي أعمل؟ بدي أحط لها مزيج الزيت والكمون. كمون، كزبرة، حب الهيل، شو ما عندي بالبيت. أو في اشتغل بغير طريقة، شوية من الكاري، الجينجر. في انقعها ستيفاني وارجع ادخلها على الفرن. فينا نعملها قبل بليلة كمان. فينا نعملها قبل بليلة. ايه أزبط هيك. بس بنقعها أنا عامة بتكون أطيب. بدي احمي الفرن وبدي ادخلها على الفرن. كثير منيح، هاي اول شيء. لكن برجع بذكر انه هيدي وصفه بدي اشويها بقلب الفرن، وبدي اقدم معها الطحينه يلي بدي امزجه مع اللبن والمي، يعني بلا حامض بلا شيء. فينا نحط ثوم اذا بدنا. فينا نحط ثوم، يعني فينا نحط، انا بحط اوقات شويه من بودره الثوم بالاضافه للبابريكا. شو هي وصفتي الثانيه؟ اليوم عم بحكي على فريكة. بتعرفي ستيفاني نحن وقت نقول فريكة بنطلع على فريكة مع اللحمة، مع الخضرة، مع الدجاج. أنا شخصياً بالبيت هيك بحب المشاهدين، وقتها بدي أعمل الفريكة أول شيء أنا حبلش أقلي البصل لما نضيع وقت. أوكي. اليوم وصفتنا هي الفريكة على باستو، بس بدي أقول عامة وقت نقول فريكة نطلع على موزات غنم، للحمة، للدجاج. اليوم هيك وصفتنا بتختلف، بدنا نحط لحمة. يعني من شو معمولة وصفتنا؟ معمولة من بصل، ثوم، لحمة مفرومة، هي بلا لحمة ولا دغري نط على البندوره. صح، بندوره كرزه، بندوره دراي توميتو، بندوره مجففه، شويه من الحبق، شوي من البصل اول شيء. انا بدي اقول ستيفاني انه وقتها بشتغل بالفريكه بحط كثير من البصل، وكمان بدي ارجع اقول للمشاهدين انه الفريكه اذا بدك اياها كثير طيبه بدك تحطي لها شويه مرقة. من السمنه قبل المرقه. إذا لا، بدنا نشتغلها والله أنا صراحة إذا عندي ناس، إذا عندي عزيمة غدا أو عشاء لا بعملها، بحط شوية من السمنة مع الزيت. أو كمان إذا ما بدي سمنة، هلا في سمنة كثير طيبة، إذا ما بدي سمنة ستيفاني في حط كمان مزيج الزبدة والزيت. بس ما بشتغلها بس بزبدة، يعني بدك شيء هيك شوي ليعطيها نكهة. زيت زيت. لو في عندي مرقة حطيت ثوم. زيت زيتون ياسمينة لازم نحط.
زيت زيتون ياسمينة. زيت زيتون ياسمينة ايه. بيضة للكنش. بيضة للكنش صح. هلا ما بستخدم غيره. لكن حطينا الزيت تبع ياسمينة، رجعنا حطينا بصل ثوم. اليوم حبيت اشتغل باللحمة المفرومة أو الدجاج، أو مثل ما قلت لك ستيفاني إذا بلا لحمة بلا دجاج، بس وقتها بنقول فريكة لو اليوم بدي اشتغلها على فيستو حبيت إنه هيك بما إنه رخصت شوي اللحمة، حبيت إنه اشتغل باللحمة، حبيت اشتغل باللحمة المفرومة. أو فينا نشتغلها بلا لحمة. لكن حطينا زيت زيتون، حطينا بصل، ثوم، ورجعنا زدنا اللحمة المفرومة. هلا بدنا نقليهم يعني سوا. يعني مش ضروري اكثر من نص كيلو انت من اللحمة. سلقت الفريكة قبل؟ ايه صح، يعني رح تحكي عنا للفريكة وخبر عنا لانه بيجيني كثير. بدنا نغسلها كثير. اول شيء بدي اقول كثير مهم من وين نشتري الفريكة، يعني لان الفريكة بتعرفي اوقات تشتري ماركت فريكة لو نقعتيها ولو غسلتيها ولو اشتغلتيها بضل فيها ساعتين على النار ما بستوي. يعني انا اليوم برجع بذكر وبقول كثير مهم الماركه اللي بنشتريها من وين بنشتري الفريكه. اول شيء بدي اقول انه الفريكه بدنا نحطها ببول، بدنا نفتح عليها المي المسقعه بقوه. ليه؟ لانه على طول قد ما نشتريها بمحل نظيف ومهم بضل فيها شويه من الاعشاب والاحجار، سو وقتها بنفتح المي بيطلعوا الاحجار والاعشاب. انا شخصيا بنقعها شوي للفريكه بنقعها. وكمان بدي اقول كمان هلا لانه اليوم اشتغلناها مع بيستو ما رح احط لها برغل، بس انا كثير اوقات اذا عم بشتغل يخنه الفريكه او يخنه الفريكه مع الدجاج بحط لها كثير برغل تطلع كمان طيبه مع. والفريكه بدنا نشتغلها مثل الريزوتو ستيفاني، يعني بزيت الطريقه بده يكون عندنا مرقه شوي شوي. بدنا نزيد المرقه شوي شوي بدنا نحرك شوي شوي. كثير مهمة المرقة، كثير مهمة السمنة. إذا مش السمنة عم بحكي على الدجاج، عم بحكي على الزبدة والزيت. يوم مش طيبة الريحة. بدنا نحط شوية من الملح، شوية من البهار الأبيض. بتعرفي الفريكة كثير طيبة، مش هو ما عملتيها طيبة، بس اليوم حبينا هيك نطلع شوي من العادة نعملها من المرقة اللي معودين عليها إن كانت دجاج أو لحمة، نشتغلها ببيستو، يعني كون طلعنا شوي من العادة. وبدي أقول كمان إذا أنا اليوم بدي أعمل الفريكة بلا لحمة بزيت الطريقة يلي هلا بدي كفيها، بشتغلها بزيت الشي ستيفاني وفيها اشتغلها كم إن سلاد، يعني ساعتها إذا ما حطيتها لحمة في قدمها مش كسلطة كمان تطلع كثير طيبة. هلا بدي اضيف اليوم عندي مزيج من البندورة الكرزة والبندورة المجففة، وبتقولي لي انا ما عندي بندورة مجففة بالبيت، في اشتغل بندورة كرزة، في اشتغل بندورة عادية العادية اللي عندي اياها بالبراد مثل الطبولة كمان كثير غالي صح كثير غالي صح بقى يعني 13,000 العلبة صح بقى مش ضروري يكونوا كرزة، فيه بندورة عادية. قطع اثنين من البندورة وضيفهم على وصفتي. لكن بصل، ثوم، بندورة كرزة أو عادية وبس نسلق الفريكة قبل أهون صح. يعني دغري منطبق الاكله دغري منطبق الوصفه هلا مش ضروري بتعرفي لانه اليوم مش حاطين مرقه، يعني انا اليوم ما عم بستوي الفريكه بمرقه، ستويتها قبل. برجع بذكر وبقول لو انا بدي استوي الفريكه، يعني اليوم جبت كبايه من الفريكه بدي اشتغلها بالبيت كثير طيب انه تطلع مرقه، لو عم بشتغل على بيستو بتصير الطعمه اطيب. اكيد حطيت شويه من الحبق، بتعرفي هلا موسم الحبق. بدي ارجع اضيف الفريكه يلي سلقتها
هلا شوي شوي بنزيد الفريكه. ليكي ستيفاني انا وقفت اليوم امبارح اذا بدك، لانه هيدي وصفه كنت بدي اعملها امبارح، وقفت بين ارزو، عمل الارزو محل فريكه او الفريكه. يعني ارزو اهون بكثير. ما بعد عندنا 4 دقائق بنخلص. صح بنخلص. لكن برجع بذكر انه اذا انا اليوم ما بدي فريكه ستيفاني بشتغلها بالارزو. قد ايه؟ ارنبيتا بعد بدها. ايه بس وصلت الفكره. وصلت الفكره. هيني كثير، ما في اهون من هيك. ومش مقليين، بس بدنا نحط كميه زيت شوي كثيره تناخد طعمه طيبه. بدي احط شويه من الرمان، في احط في ما احط. بشو بدي اختم؟ بالبيستو صوص. فينا نوقف هون بلا البيستو كمان. فينا نوقف هون لانه في لحمه وفي الفريكه والخضره. اذا وقفنا هون فضل نوقف مع شويه من المرقه لنعطي هيك طعمه طيبه لوصفتنا. بما انه نحن وقت نقول بيستو بنطلع على الصنوبر، بما انه كيلو الصنوبر صار كثير غالي، يعني انه وين نقدر نشتريه؟ بدي اقول اليوم انه انا بعمل البيستو بالكزبره، عم بستبدل الصنوبر، اضيف محلها شويه من مع الحبق شويه من الكزبره واللوز، بتعرف اللوز بعده ارخص. مزبوط. من الصنوبر، الصنوبر صار كثير غالي. ما في شيء مش غالي. اي بس الصنوبر صار كثير كثير يعني. مزبوط. صار اغلى من العاده. بس الانسان مش غالي هالايام. ايوه صح. هيدي وصفه في اشتغلها كسلاد مع دجاج. يلا دقيقه ونص ونحن كمان بنخلص، تخلص وصفتنا بنكون ريدي للتيستينج. يلا. ما هيك دلال؟ صح. شو بدي اقول لك ستيفاني؟ ما حدنا تحت امر الواقع بيسالني. ما حدنا بيسالني. لا خلصت وصفه. خلصت وصفه. هي وصفه هيك سهله بسيطه. اليوم على بالي هيك قدمها بعجينه تارت عملتها بزيت الزيتون. اها. بدنا نحط الفريكه بالعجينه. بدنا نحط، بدنا نقدم الفريكه بعجينه التارت. هلا ما حناكل العجينه. ايه بس كصحن يعني. بس كهيك بريزنتاسيون. بدنا نحط. هلا بفرجيكي. بما انه انا مبسوطه بالكرافات هالايامات. يلا. حيكتفي هون ستيفاني. نحن رح ناخذ وقفه مشاهدينا ونرجع بنشوفكم بتيستينج. اون تايم. هاي رانيا. يا هلا برانيا. كثير مهضوم شكل هالكيك. هذا شو؟ تارت. تورته؟ تارت هلا. تورته هيدي. تورته ملونه. رانيا دي تورته. اعطينا صحنك. تفضلي. دلال ما فيني كثير زيحه، مخبيه شيء. ليش هيك بتعملي فيي؟ كل مره بتفضحني. طيب ليكي ليكي ضلك ها؟ اجى لعندي. ما رح احط خبيت ايدا مامي هلا تحته ماشي الحال. اه ايدا مامي يا دلو. ميرسي. هاي فريكي. ثانكس ثانكس. انا كثير بحب الفريكي. حشيل ارنبيتا من ال... هذا شو ملدوق؟ رانيا شو حطينا قلتي لي فيها؟ حطينا بيستو. رمان. اوف. رمان لحمه. توماتو سوري. رمان او دبس الرمان؟ لا رمان. اه ثانك يو ثانك يو ثانك يو. قليل حامض او حلو؟ الرمان حامض. اوكي يمشي. دايبو الرمانات كثير طيبه.
وبهار وبيستو. لا ما فيها، في لحمه مفرومه كمان. واو نايس، هيدي كثير رح يحبوها الاولاد دلال. الفريكه رح يحبوها كثير الاولاد. هيك بتشجعهم. هيدي عملنا اليوم فريكه بس طلعنا هيك شوي من العاده، بدل ما نعمل فريكه مع الدجاج واللحمه والمعودين عليها، اشتغلت اليوم بيستو. وبما انه الصنوبر كثير غالي استبدلت الصنوبر، بتعرفي تنعمل بيستو صوص بدنا صنوبر لو ملعقتين يعني ثلاثه، بقى استبدلتهم باللوز. اللوز لوز يلي بلا قشره، حمصت اللوز وطحناه بزيت الطريقه اشتغلتها. فيري نايس. فهيك نتشجع، وحطيت لها البندوره الكرزي او بندوره عادي بالاضافه للدراي توميتو وشويه من الرمان ملح بهار. رمان روعه. هيك وصفه هيك بسيطه وسهله. ثانك يو دلال. مشاهدينا انا برجع بشوفكم بكره. باي. ما تنسوا